السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايبين لكم لعبة مونستر هانتر رايز اللي على نينتندو سويتش حصرية حاليا على نينتندو سويتش. فقلت يعني بما اني قاعد العب كثير في الاسابيع الاخيرة فقلت ليش ما انزل شرح عن السلاح هذا العجيب اللي اسمه تشارج بليد وكيف استخدامه، لعل وعسى يكون في محبين لهذه السلاح العجيب. فقلت ليش ما اشرح عن هذا السلاح تشارج بليد. طبعا في اسلحة متنوعة وكثيرة وجميلة الصراحة، يعني عد وخربط من الاسلحة وتشكلها على كيفك وتشوف ذوقك في اختيار الاسلحة والاسكلات. فعندك الخيار الكثير في هذه اللعبة، جدا اللعبة ممتعة يا جماعة. اللي عنده سويتش والله حرام، اللي ما يلعبها هذه بسويتش حرام الصراحة. اللعبة جدا 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 جميلة، فأسلحة متنوعة، حركات وخصائص ممتعة، فاللعبة والله جدا جميلة. والصراحة يعني أنا ألعب بسلاحين، ألعب بهذا واحيانا العب بهذا. فقلت اليوم اجرب لكم هذا السلاح واشرح شلون تلعبون، لان في شويه صعوبه في هذا السلاح. فخلونا نروح للتريننج واعلمكم على السلاح. حاليا مثل ما تشوفون وصلنا الى مكان التدريب، والسلاح هذا عنده ثلاث شغلات اساسيه وهو السيف والدرع والفاس، ثلاثه في واحد. السلاح جدا قوي، ولكن شنو فائدة السلاح؟ لازم تعبي العبوات اللي يكونون على اليسار فوق. فشلون تعبيها؟ في ضربات الـ XXX وتضغط الشارج على الـ A، بعدها XXX او يعني تشكل عليه او X و A مع بعض، بعدين تضغط على A. فلين ما يصيرلك الحركة ما تقدر تطق الوحش يرتد سلاحك. فشلون تشرج السيف؟ تطق زد ار و اي تشرج العبوات اللي فوق اللي على اليسار لما يصيرون ابيض. بعدين الحركة الثانية اللي تسويها اللي هي تشرج الدرع مالك. فشلون تشرج الدرع مالك اللي موجود فوق على اليسار؟ تضغط الضغطات التالية وهي تكمل مرة ثانية اللي هو اكس و اي مع بعض، اكس و اي مع بعض، بعدين تطق زد ار. انت هني تشرجت الدفاع مالك. بعدها لازم تشرج مرة أخرى العبوات عشان تقدر تسوي الحركة القاضية مالتك. فحاليا نعبي العبوات مثل اللي هو XXX وتضغط على الA، فلما تشرج مرة ثانية ZR والA، هني يكون تشرج العبوات للأبيض. ثم تقدر تستخدم الحركة القاضية اللي هو ZR كله A لآخر الحركة اللي راح تشوفها يزلزل يطق في الأرض. فهذه الحركة القاضية، ولكن لازم تسويها بوقت معين، وتقدر تسويها على طول هذه الطقة بالأرض اللي تنكسر أربع مرات ورا بعض اللي هي بالإكس، ودائرة تضغطهم مع بعض مع بعض لما يسوي الضربة على الأرض. فأنت لك الخيار تستخدمها كاملة أو نصها، كلا الحالتين راح تنكسر في ضربات قوية. وطريقة تشارج السيف، لازم تشارج العبوات ثم تضغط الزد ار وتضغط على الاي، تنطر شوي، تنطر مرة ثانية وتهد الاي، راح يطلع لك السيف يشارجه للكهرباء لمدة يمكن 20 ثانية اعتقد. فهذا تقدر تطق فيه طقات عادية يفيدك في احيانا تبي يصير سيفك قوي وتطق ضربات اكثر. فعندك الشارجين، فالخلاصة كلها راح تكون بالدرع والسيف. اول شيء راح تشرج العبوات، بعدين تطق زد ار والاي عشان تشرج العبوات للابيض، بعدين تشرج الدرع. شلون تشرج الدرع؟ تطق اكس و اي مع بعض، اكس و اي مع بعض، فبعدها تطق زد ار راح يشرج لك الدرع ويصير دفاعك اقوى. وبعدين تقدر لك الخيار انك تشرج السيف ولا تسوي له الحركة القاضية. فلازم تعبي العبوات مرة اخرى ثم يعني تنقي كيفك تبي تسوي الحركة القاضية، اضغط على
اكس و اي اكس و اي مع بعض لما يسوي الضربة اللي طق اللي على الارض بالكهرباء ويصعق الوحش، او انك تشرج السيف واللي هي تشرج العبوات ثم تضغط على زد ار و اي ضغطة ضغطتين بعدين افتح الاي راح يضربه بالسيف الكهربائي ويصير عندك سيف كهربائي تقدر تطق فيه وتدمجه اكثر. وفي كل سلاح خصائص قوية للواير بق اللي هو يكون تحت عندك اثنين فراشتين اللي تشوفونهم تحت، تقدر تسوي الحركات الواير بق اللي هو عند سلاحي اللي هو زد ال و اي راح يسوي الدفاع، اول ما يضربك راح تعبي العبوات فهذا شيء قوي. وثاني حركة اللي هو زد ال و اكس راح يتقدم عند الوحش ويضربه ضربة على طول بالفاس، فهذه جدا قوية للأمانة. حركة الزد ال و اي يعني يسوي درء عليه خيوط، واذا طقك الوحش راح يعطيك العبوات كاملة مفولة من دون ما لا داعي طق الوحش، فهذه الحركة جدا ممتازة. يعني راح تشوفون بعد شوي اللعب في شوي اسويها عشان من دون ما اطقه، ما خلق اطقه واعبي مرة ثانية واشرج، لا هذا على طول اول ما يطقك وانت مسوي الحركة راح تاخذ العبوات كاملة مفولة، فتقدر تسوي له الحركة القاضية على طول، فتقعد تقزر على الوحش بهذه الحركة. الحركة جدا قوية، فخلونا نجربها ونوريكم شلون نلعب وميكانيكية هذه السلاح في الوحوش. طبعا خلونا ناخذ المهمة هذه ونعلمكم شوي شلون يعني طريقة او فكرة هذا السلاح. بس قبل لا نروح اي مهمة طبعا لازم تروح تاكل لك شغلة حلوة تسوي لك اياها، فشوفوا طريقة حركة الاكل في مونستر هنتر كعادتها سبيشل. دائما يسوي شيء يعني خاص وحلو في لما تطلب اي اكل، هذا شيء حلو والله صراحة. فهذه طريقة الاكل في المونستر هنتر رايز، حلوة وجميلة فيها والله وايد شغلات حلوة، وتضبط شخصيتك وتعدل شعر، وفعلا فعلا لعبة جدا قوية والله انصحكم فيها يا جماعة. اللعبة راح تستمتع من البداية لنهايتها، فاللعبة حلوة. فخلونا نروح عند الوحش ونقاتله ونوريكم طريقة ميكانيكية هذا السلاح. طبعا مثل ما تشوفون الحين وصلنا عند الوحش ونجرب عليه، لازم الحين نشرج العبوات اللي تشوفونها فوق على اليسار بالاول. بس تعال انت يا حبيبي ترى انا وراك. واو ما ينطق، اوكي حلو. طق هذا الشخص الحين الوحش هذا، اول شيء لازم تشرج السلاح قبل لا يطقك، تسوي هذه الحركة اللي هو ار زد ار، هذا تبعد عنه تبعد عنه لا يكهربك، والله كان كهربني اي والله. وتسوي له تشارج للدرع، سويت الحين انا تشارج للدرع مثل ما تشوفون، بس الوحش راح فوق. الحين نسوي تشارج ثاني للعبوات مرة اخرى عشان نسوي له الحركة القاضية اللي يطقها بالارض، السيف الطق بالارض ويكهرب العموم، فهذه حركتي القاضية. فحاليا خلي يطيح، حلو طيح لي. وعندك هذه حركة السيف تقدر تقوي السيف حقك، بس لازم هم تجمع العبوات مثل ما تشوفون، تجمع العبوات وتسوي حق السيف، فإذا سويت حق السيف يصير كهربائي يصير أقوى، فهذا أجمل. ولكن تعطيها كذي ولكن انحاش. فالحين أنا بعطيه واحدة على السريع. لا 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 تعال يا الحبيب، تعطيه مرة ثانية، تعطيه الحركة القاضية، وهذه الحركة القاضية اللي صارت. يعني الحين لازم بعد أجمع مرة ثانية وينه 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 لازم أجمع هذا شو اسمه، والله نسيت، والله نسيت، ماشي فيني ما عارف أشرح صاير. المهم نجمع هذا اللي فوق العبوات نفولها. يلا طيحة واحد يطيحة، ايوه يلا تكفى يبها. حلو
الحين نعبي العبوات. لا 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 وخر 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 عنه. والحين بعطيه على طول ضربة القاضية، على طول اضرب بالارض. يلا مع بعض مع بعض، اكس واي اكس واي لين ما تلبس وياه. اوهو والله لبست، والله لبست يا جماعة. حلوة هذه، حلوة حلوة حلوة. فيجمع مرة ثانية، عبيها 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 عبيها. ولكن صارح علي، كنت بسوي له الحركة القاضية، فنحاول نسوي له الحركة القاضية. اوهو الحركة القاضية، والحركة هذه ما تنفع وياه. لا يموت لا يموت لا يموت لا يموت. اوكي 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 اوكي، حلو 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 حلو، ممتاز. اوكي وخلصنا المهمة بحركات القاضية، فتي تخلصها بسرعة. فمثل ما قلت لكم، حاولوا انكم تشرجون العبوات ثم تشرج الدرع، بعدها تشرج مرة ثانية العبوات، بعدين لك الخيار انك تشرج مرة اخرى السيف. يفضل انك تشرج السيف بعدين تسوي الحركة القاضية على طول، لان اذا تشرجت السيف تقدر تطق فيه الوحش هم اقوى. يعني هذا هو الميكانيكية السلاح هذا، انك تشرج بعدين تشرج الدرع، بعدين تشرج مرة ثانية، بعدين تشرج السيف، بعدين تشرج مرة ثانية، تسوي الحركة. هذا هو اختصار السلاح. فيعطيكم العافية على المشاهدة، وإن شاء الله إذا عجبكم الفيديو أو تبوني أشرح أشياء ثانية أو تبوني أنزل السلسلة لهذا اللعبة، ما أعتقد راح أنزل السلسلة، يمكن بين فترة وفترة أنزل وحش كذي قوي أهزمه أنزله باليوتيوب، هذا شيء ممكن. ولكن حاليا فقط أي شيء تبونه كتبوا بالكومنتات، فالسلسلة إن شاء الله ممكن أسوي لها أني أذبح وحوش وأنزل أصعب الوحوش. فأي شيء تبونه كلموني على الكومنتات، وإن شاء الله عجبكم الفيديو. يعطيكم العافية على المشاهدة، ونشوفكم في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.